طايرة المق 21 طايرة المق وما تصيب اهدافها مثل عينك. شوف هو ايش احنا ما بتغير في شيء، فهذا الاشي اللي خلى ايش الناس تحبنا، يعني بنغني مثلا جميع الالوان ومرات نطلع من النص. اوكي نطلع من النص شوي. العود كل شيء، اخ صديق حبيب كل شيء، يعني اي سؤال ودي اياه بساله العود بجاوبني، بحسه قطعه مني. تعلمت العود في 97، والله كنت في حفله في القربه منطقه هان عندنا، فكنت مشارك بعرس، شافني واحد يقول انت صوتك مرتب ليش ما تعزف؟ قلت والله انا طالب مدرسه يعني لسه ما فكرت، والله ما مع عود زي العود هذا، عزف عليه شويه ونقول تفضل هذا هديه اعزف عليه، يعني هو كان السبب اني اتعلم العود. بدأت فرقة رياح الجنوب في حفله كان حاضرها فنان ابو زروح وزهير النوافل وسالم النوافل، والله عزفت انا شاركت في الحفله مشاركه، وانه بقول يا رجل انت ما شاء الله عازفك تشتغل معنا؟ قلت وين؟ قال في الفرقه، قلت عادي ما في مشكله، واللي سماه رياح الجنوب من المفرق، ونقول انت رياح الجنوب ومشت رياح الجنوب. بحب اعزف الحزن، عندي اياها هيك لما اعزف حزن بكون مبسوط، لو صح لي كل العرس بخلي حزين، لا كلها الناس بتحب معذبين. ابي تروح من النوع اللي بفهمني بدون ما اتكلم، يعني مرات حفله نتفق مثلا نطلع مقطع معين، انا لما اجي اطلع المقطع بنساه مرات، دغري ابو زروح بيطلع في المقطع على السريع بيفهمني، لانه 10 14 15 سنه مع بعض. اللقب الفني او المعروف ابو جروح، والله الاسم اخترته في ال 96 للامانه، يعني قبل اعظم الطفوله. لا عجبني كاسم لأغنية خذني بقى جروح، بس ما كنت أتوقع أنه ينشر هذا الشهرة، لما يوقفك شرطي ويقول لك فرقة رياح الجنوب روح، هذه بحد ذاتها جد والله حلو، يعني بتعطيك شعور حلو. مدى ما تفاعل معك الجمهور أنت هنا أبدعت، لكن إذا بكونوا جالسين يعني عندما كانوا بتفرجوا على التلفزيون تحس حالك بتتعب على الفاضي، كانك تركض مكانك. ممكن انك انت ما تطلع اعلاميا، لكن انت منتشر ومعروف اكثر من اللي بيطلع التلفزيون. احنا هيك حظنا، تمام؟ ممكن ان حظ في الساحات وفي الشغل، الشغل الشعبي، ما ان حظ في التلفزيون.